سهرة حلوة طبعا في وسط اصحابك كده، وقليل نادر الظهور انت دايما، فايه السبب في ده؟ انا مش بظهرش كتير، بس النهارده لقيت ان انا في اصحاب كتير موجودين هنا في المكان، وانت اجي اقعد مع اصحابي ونفرح في المكان الجديد. نتكلم بقى اكتر حاجة لفت نظرك وحبيتها هنا؟ طبعا لمة الناس طبعا. انا بتكلم عليك الشغل بقى كمان في الفترة الأخيرة، ايه المزيكا اللي لفت نظرك كده؟ والله بس طبعا انا عشان كنت شغال في رمضان فما كنتش متابع قوي بقية زمايلي ازاي. كان عندي مسلسل رجعيني هوا، فكان الواحد شغال بقى على طول الوقت، ما كنتش مركز قوي اللي بيحصل، بس انا متاكد ان الزمايل عاملين حاجات حلوه قوي. ابن اسامه انور عكاشة يبقى لسه قادر يسال الناس لحد النهارده بالكبات وكده، بمزاجتك اكيد، فديك مهمه صعبه انك تقدر تحط تاتش في مسلسل مهم زي ده. طبعا اول ما بيتقال اسم كبير زي اسامه انور عكاشة اكيد الواحد بيبقى ايه برضه عارف الناس هتبص عليه بطريقه مختلفه شويه، لانه فعلا روحه موجودة في القصة نفسها، برغم ان السيناريو بتاع محمد سليمان عبد الملك، لكن لا روحه موجودة في القصة. وعايز اقول كمان ان انا في فيلم تاني، في فيلم غير المسلسل اسمه الباب الاخضر، انا عامل الموسيقى بتاعته، بس ده سيناريو برضو راح اللي سوانا راح. نحن نشوف برضو في مزيكا وصلت على مايا محمد دياب والمسلسل مون بايت والناس، خلاص بدأنا نوصل على ده، اعتقد ده سهل كمان بالنسبة لك، شايف التجارب دي ازاي؟ لا التجارب على فكرة احنا عندنا كل الناس عالميين، وكل الموضوع ان هل جه الوقت المناسب ان الحد يقدم نفسه او يتاح انه يتسمع ومن خلال شركات اجنبية ولا لا. انما عندنا 75% من الناس هم عالميين اصلا. عايز اعرف كمان بتحضر لايه غير ده بحضر الفتره اللي جايه؟ بحضر للحفلات اللايف ان شاء الله. باند كامل وشو في الاوبرا ولا الاوبرا؟ باذن الله يعني اول حفله هتبقى في دار الاوبرا المصريه ان شاء الله. عايز اعرف تفاصيلها. طيب مين الضيوف اللي عايز تبقى معاك؟ لا لسه الموضوع كبير بس كده، لكن الموسيقات بتاعت الافلام والمسلسلات ليها صوت معين الناس عارفاه، هو لازم يطلع بنفس الحجم وبنفس الطريقه، والحمد لله عندنا عازفين ممتازين في مصر، فهنعمل حفله حلوه ان شاء الله. اللايف كده انت اعتقد هتبقى منافسه قويه مع عمر خيرت تحديدا في المجال ده. عمر خيرت استاذنا، نفس ازاي يعني؟ ده هو بالعكس، ده هو صديق وجار وكمان استاذي طبعا يعني. وعايز اقول لك ان هو استاذ عمر خيرت هو له فضل ان الناس تروح تقطع تذكره عشان تتفرج على عمل موسيقي، فهو ده كتر خيره يعني، هو هيفتح لكل الناس انها تعمل كده. مين تقدر تعتبره منافس قوي لخيرت؟ معرفش السؤال ده بيبقى دايخ، ما بعرفش انا اقول الحاجات اللي هي شبه كده، بس هو كل اي حد بيعمل شغل كويس هو منافس لاي حد تاني بيعمل شغل كويس، بس منافس جيد يعني. هو تقدر تقول ايه، بلاش كلمه منافس، حفل كبير جدا الناس بتستعد له، اللي هو افتتاح المتحف الكبير. شفنا هشام نزيه عمل المزيكا اللي فاتت كمان للمومياوات. لو جات لك تجربه زي دي، شايف المهمه تبقى سهله ولا الموضوع هيبقى مختلف وغريب؟ لا طبعا هي مهمه مش سهله ابدا، الواحد يعمل ايفنت كبير بالحجم ده، انا ما اعرفش مين اللي هيعمله الصراحه، بس الله يكون في عونه لان العالم كله هيتفرج عليه. بشكرك جدا وشرفتنا.